الله يا الظالم والله ان هذا اللي ساير والله ما يقومني الا وليد خلك تلعب عنك لا انا لك عاد في المنظمه السابقه يطير بلوفه اقول لك بعدين خلاص سره تعال خلنا يخليه يركض في المنتج اركب تعال تعال يا صديقي الاوراق وال حط يدك على رقبتي عشان الاوراق الاوراق والامور لا ما عندك ولا ورقه كل واحد جهوده كل واحد جهوده بس انا من عند بعلمك السالفه بالله فواز شكلك شوي احمد بالله سجل لي فواز شلاله وخرب المنتج شلالك ترى راح ينهد لا لا حلو شلاله حرام معاك انت 8 ساعات اذا انت تبغى تسوي يا ادمه يا زينه يا تلتغي من الاسبوع هذا لا لا خلاص راح يزينه هو صار فاضي الحين ما نجيب مشاكل تعال تعال هيا خلني بس اشوف شغله قبل قبل اما الاسبوع عسى الله يستر على نقاطنا كلنا بس ليه؟ ما تشوفون تقوي من منو ليه؟ من فواز وصالح ما يقومون هم نبي ناخذه من ما من ناحيه دينيه حط من قوته الثاني صالح قحطاني نبي ناخذه من نظره دينيه نقول له انا احمد ربك عبد الله الشهراني والله لا مو على قوتي الثانيه لا والله عبد الله النائب 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 يا اخي ما مقومين النوم ولا لكن هو صدق بيصير اسبوع رخاء شيء عكس اللي تقول بيروح التعب شيل هم لا تشيل هم والله الله يستر يا رجال والله خاف يبدأ يسجلون اللي ما حضر مثلا وليد سجلوا على صحف رحال اللي ما حضر الصلاة عادي يا رجال سبايك ما يعرفون يسجلون ما لك انسى انسى ما مسجلين شيء والله نبي نضحك الاسبوع ذا نبي نضحك انا اتوقع هو اللي بيجي الاسبوع بيجيهم خصم تبي تروح عليهم شوف والله بينت الاسبوع عندهم سالب يبي ينجلدون هم بخاصه يقول ما عمره صارت بالتاريخ منظم ما تدري من هو الزاحف فاهم كلها بنفس الشكل يضحك زعل والله انك انت من الزاحف والله اني الصراحه توقعت هالساعد انا ها توقعت هالساعد مره جربها تفوق من المنى لا يا اخي والله خليهم يجيبون لك والله انك حبيب انت حبيب انت بتخاصم علينا ولا ذا وحبيب تكتب لنا كل شيء زين يا بعد قلبي والله لكنه احمد سعود للصلاه خاصم 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 الله يستر يرجع الاسبوع الجاي لا احد لا احد يحارش لا احد احد لا احد يحارش يا احمد يا شباب اي والله اضبطوا على كل سلطه خلنا كل اسبوع وراجع يعني هذي يقول اليوم هو متصدر بعد تصدر اليوم فارق وين متصدر بس ما حد قدر ما ادري ما يصح اسبوعين ورا بعض ها شفت ثلاث اسابيع ها شفت يعني الاسبوع الجاي يعرف انه هو اضمن لك ما شاء الله ما هنا خصومات اقول اضمن لك هو ما شاء الله ما نقصه الا كان فيصل من قربه خل نحاول فيصل من قربه احنا من تحت يجي الادب ايه نبي نرشي بس هو شو ما اطلق فيصل من قرب هذا طلع هدهد من هناك يشر بس شو منعني صوت المسبح ما شاء الله اقول لكم حاجه شغل المكيف الاضاءه هنا احسن من اللي في التلفزيون اضاءه المنتجع تشوفونه في بروفايلك وهذا كيف الاضاءه زياده عاليه يرفعون هم من عندهم ولا صار ما ادري اذا جابوا لقطات لنا واحنا جالسين وكيف النهار كذا بس في الليل لا يصير فاتح كان الاضاءه إيه تقدر تغير الالوان ما ادري لا ذاك اليوم شفت مقطع نقاش شو اسمه انجبان واحمد سعود هنا وين شفت المقطع وين شفت المقطع ببروفايلك لا توقف فيط ها بروفايلك اي قفيط مصطلح ما يستخدم وش مصطلح غير اعلامي هو مصطلح غير اعلامي الله ما شاء الله جلستوا جنب بعض ايش عندكم انت ايش تبي نكبتي والله العظيم من اسبوعين الى اليوم يسبب لي نكبات الى اليوم انت جالس معه اسبوعين قدم غيرا جرنت كم اسبوع قوه معه شو اسمه كم جيت مره بس للحين احمد ربك يجيني يطلع يخليني اقول كلام وينخصم علي متدعي مبسوط ترك الشهراني يقوله ترك الشهراني يقوله اي دعاوي وصل 1000
لا تخرب الكاب يا بابا، لا تخرب الكاب. لا 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 يا اخي لا تسمع، لا تشوف حق عبد المجيد. مجيد عبد المجيد الشمالي كرم يا اخي لا تقرا اشياء خاصه. وايش اشياء خاصه كرم وايش يا ولد عمر هذا ترى هذا قوي كم التاريخ اليوم انجليزي انجليزي بشهر ثلاثة هي بسمع كم اي بشهر ثلاثة سعد الدوسري اصبر اصبر اليوم سائل انا ميلادي 13 بس ما ادري كم 14 13 ابي بالضبط منصور منصور تكفى اذا رحت هناك التاريخ اليوم ميلادي كم اسمه التاريخ الميلادي الميلاد الهجري من وضع التاريخ الهجري من وضع التاريخ الهجري لا ديني من وضع التاريخ الهجري ها من وضع التاريخ لا والله شكل الامور تجي بتغير ناظر 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 هذا ما عهد اعطي تعليمات ما عهد اوراق كما عهدتك يوم الجمعة هو الدلهم أنا بسوي حملة يا عيال حملة تمسك فواز على جنب شو الهدف منها؟ الهدف منها شوف أحمد يسعود شو يسوي شوف شوف أنت مصلح معه؟ لا جالس يعطيه تعليمات أحمد يسعود ما عليه خوف أقول لك فرق عن عطا لا يكون بيتبع نفس سياسته أبي يعطيها أوراق وذا من يوم وأنا أشوفه وأتسمع لذلك حنا الجهة الهادمة مع الجهة الثانية نخليه احمد سعود يعلمه كلام وحنا نروح نناقض الكلام هذا قوتي من زمان اعطاني بسكيت شوكولاتات منو احمد مش اعطاك تو ايه قوته بس الخاصه ابشر بخصم من قوتك ها محمود قامت تسال من الذين فيها شيء انا قوي قوتي يا ابو خالد او نعم هذا زول يا اخوي دير بس يا اخي احس شيء اساسي اشوف بفايد ياو كره يستر الله ها تعال الشوط صحصح الله يستر ضيق صدري الاعداد يا اخي ابو خالد شعلمه يا عيال ابو خالد يبي يسجل بنته بالمدرسه لازم يحضر هو لا لا وش علمه بالدرجات والامور معك هو ايه هو رجع امس وهمي هو ايه رجع وهمي بس انت تحاول تقوم ولا صلاة الفجر وخلاص لا صلواته الحمد لله شوف انا ما بيخليه لكن ما يستر يعني ان شاء الله بالبرايم في حال قدر الله انك طلعت انه جاوب انا هو انا اللي بروح العزل وين الثقه انك ترجع انت من هنا والله ان شاء الله بحافظ على فقرات والامور زينه ذي انا ما جاينا خاصم ان شاء الله صح لا ما ادري لا شوف انا يعطوني صدمه القرعه تعطيني صدمه بعدين تعطيني تريح بعدين تعطيني صدمه بعدين تريح قرعه وشو القوه الثانيه اي الاول صح حق حطاني هذا اول اسبوع اول فاتح رازق حلو السلام عليكم هلا بالمنظم وعليكم السلام الاسبوع الثاني عبد الله المسعود الحمد لله هدى الاوضاع الاسبوع الثالث اسماعيل لا اسماعيل الثاني اي كويس بعدين عبد الله سلمون بعدين الرابع منصور هدون اوه كويس بعدين الخامس الحين حمد الله مصدمه ومترنح والله انا ربي الظاهر بيختبر صبري صراحه يعني اول شيء عبد الاله بعدين عبد العزيز الشهراني بعدين البليه وش بليه؟ عندنا انا احسن واحد احسن واحد جاك بعدين شو اسمه علي كلثم واكثر اسبوع انخصم عليك عبد الله الشهراني اكثر اسبوع انخصم على سعد بالاسبوع اللي انت معه شفت لا ربي جديد كذا لو انه جاب الجوال الاسبوع اللي راح مو اللي قبله اليمين كذا ولا كذا المفروض تحط من اساسياتك اسمع من اساسيات المنظم بما انك منظم تقول كل الشباب الان يحضرون ونشغل اصبر خليني اكلم فوزي يا فواز دقيقة من لا دقيقة من الرجال اصبر دقيقة عرفت يا فواز دقيقة تحط من اساسياتك في اليوم شغل شيله ونلعب عليها نفس اللي صار هناك شوف انتم تنبسطون ان شاء الله بس انا الحين قاعد افكر بشغلات قلت كلمه طيب شيلك اليوم والله المهم غير وش لي والنسكوب نبي هذه تصير تحيه رسميه بعد السلام عليكم دقيقه هذه تحيه لا هذه لا حقوق
ايه لا حقوق بين صالح وحتى فوزي وش ذي هذه كلها صالح لا حقوق هذا ما عمرك ذكرتهن حتى بتصير منظم وراح تحمل حال على الوجود راح اكتبها بدفتر التنظيم ها راح اكتبها بدفتر التنظيم حلو اكتبها بعدين تعال انت تحط حقوقك والله جاحدهن والله وش والله جاحد حقوق اسميك الانسان الجاحد المبتسم الجاحد صالح صالح ايش تبغى صدق والله ما ابغى الا سلامتك خاصه فك منه والحقوق هذه والسند صالح وينه لان انا اللي خطط انا وياك انت كنت تقول كذا انا قلت لك كذا انا كنت اقول كذا بس حلو الحركه لا يكون ناس وعدنا اليوم تيار الاشواق ما جابك انت تقولين جدا غير لا 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 اللي تقولها قبل وشي يا ليت وانت بعد غير عن جدا يا ليت جيت بحرها وجاك معي الاشواق الشيء هذيك اعطيك درجه وش اللي شو اسمها انت اللي شايف حالك يا ليتني مثل النخل ليتني مثل النخل ليتني مثل النخل ما يجيب الا تمر لاجل ما يزعل علي فلان ولا فلان ليتني مثل النخل ما يجيب الا تمر لاجل ما يزعل علي قلت في نفسي قلت استاهل بالنعمه عاد حرام يا اخي.